جازاني، عزمي طموحي جازاني، روحي وملهمتي جازان، روحي وملهمتي جازان. جازان مصدر إلهامي، جازان روضة أنسامي، جازان فرحة أيامي، جازان فرحة أيامي، جازان شعري والألحان، شعري والألحان. الآن مع ورقة أحسب أنها ثرية، هي ورقة عمل بعنوان سمات الطالب المتميز، يقدمها سعادة الدكتور حاسر ابن حسن الشويهي. والدكتور حاسر ابن حسن الشويهي هو مشرف تدريب في إدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حاصل على الدكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس، هو عضو في كثير من اللجان والجمعيات، عضو فاعل أيضاً، له العديد من البحوث، هو مهتم بالموهبة والتميز وعادات العقل والتعلم المتميز. فليتفضل مشكوراً سعادة الدكتور حاسر ابن حسن الشويهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لإدارة التعليم العامة بمنطقة جازان على تكريمي وتشريفي بأن أقف أمامكم وعلى رأسهم سعادة المدير العام والمساعد الشؤون التعليمية أستاذ ياسر، لهم كل الشكر والامتنان على تشريفي وإعطائي هذه الفرصة بأن أقف أمام هذه الكوكبة المتميزة من أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لأتطارح معهم بعض تلك السمات التي أنا على يقين أنها لديهم، لكن ربما من باب المدارسة والتذكير بها، وإلا فهم متميزون مائزون، لا أظنهم بحاجة لمثل هذه السمات، لكن هي من باب التذكير، ولعلهم يكونون خبرات لنقل هذه السمات لإخوانهم وأخواتهم الطلاب والطالبات حتى يلحقوا بركبهم ويتميزوا معهم كما تميزوا. سنتكلم بإذن الله عن مجموعة من السمات التي تميز الطالب وحتى يسمى طالباً متميزاً. هناك جملة من السمات التي يجب أن يتحلى بها هذا الطالب حتى ينتقل إلى قوافل ومحافل وأماكن الطلاب المتميزين. السمة الأولى وهي مستوى التحصيل، ومجمع الأبحاث والمقاييس المختلفة تجمع على أن النسبة من 90 إلى 100% تدخل الطالب إلى فئة المتميزين، وأظن أن هذه النسبة المعتمدة في جائزة التميز في فئة الطالب. أيضاً مما يتعلق بهذا الجانب أيضاً اللي هو أو السمة الأولى اللي هي مستوى التحصيل، ما يتعلق باختبار القدرات العامة والتحصيلي، وهذه هي المعادلات التي يحسب من خلالها أو تحسب من خلالها الدرجة في اختبار القدرات سواء للتخصصات العلمية أو التخصصات النظرية. وتوزيع هذه النسبة، توزيع الطلاب في الفئات المختلفة حسب هذه النسب، إذا حصل على 81 فأكثر من المعادلة السابقة سواء كان تخصصه علمياً أو تخصصه أدبياً أو غير إنسانياً أو نظرياً، فهذا إذا حصل على 81 حسب المعادلة السابقة فهو في نسبة 5% أعلى 5% من الطلاب، وهكذا
تندرج إلى أن تصل إلى أقل نسبة وهي 65%. السمة الثانية التفاعل والمشاركة التعليمية، ويندرج تحتها أن يشارك بفاعلية في الحصص الصفية، وهذه معايير للحكم على أن الطالب متميز في جانب التفاعل والمشاركة التعليمية. المشاركة بفاعلية أثناء الحصة الصفية، إشادة المعلمين بمشاركته وتفاعله، وهذه جوانب مهمة يحرص عليها الطالب إذا كان يطمح، وأظن أن كلكم طامحون بل قادرون على هذا الجانب، يحرص عليها الطالب إذا كان يريد أن يشارك في جائزة التميز. فهذه معايير للحكم على أنه حقق جانب التفاعل والمشاركة التفاعلية، فيحرص على جمع الشواهد، يحرص على جمع الشواهد في هذه السمة أو في هذا الجانب. إشادة المعلم بمشاركته وتفاعله، يؤدي الواجبات، يمتلك مهارة المذاكرة الذكية. المذاكرة في هذا العصر أصبحت لا تستغرق الكثير من الوقت، ممكن أن تحصل أعلى الدرجات بأقل ساعات مذاكرة، لأن المذاكرة أصبح لها مهاراتها وأصبح لها فنونها، كيف أحصل أكثر في وقت أقل. وهذا معروف وعليه أبحاث كثيرة جداً وموثقة محلية وعالمية تثبت أن هناك طرق للمذاكرة أستطيع أن أختزل فيها الساعات وأزيد فيها التحصيل وأحصل أعلى الدرجات، سواء على مستوى المواد النظرية أو المواد العلمية. السمة الثالثة التزام القيم الإسلامية، ويندرج تحتها جملة من المعايير: أن يتسم بالقيم الإسلامية في سلوكه وممارساته، سواء بالتحلي يتحلى بهذه القيم، أو يشارك غيره هذه القيم، أو يحث وينقل إلى الآخرين كيفية التمسك بهذه القيم، يزيد من ثقافته الإسلامية، سواء كان استفادة من الكتب الإسلامية أو من المعلمين المختصين في هذا المجال داخل المدرسة التي يتواجد فيها الطالب المتميز، أو ارتياد للمكتبات أو لمصادر التعلم المختلفة التي تعنى بهذا الجانب، أو مشاركة يشارك القيم التي لديه مع الآخرين وينشرها، أو مبادرة يقدم مبادرة لكيفية زيادة الثقافة الإسلامية، سواء داخل صفه أو داخل مدرسته على وجه العموم. ثم آخر مبدأ أو معيار داخل التزام القيم الإيمانية، يطبق مبدأ المواطنة الصالحة، وهذا معيار مهم جداً 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 في الحكم على الطالب المتميز، كيف يطبق مبدأ المواطنة الصالحة على نفسه وكيف يساعد الآخرين على تطبيق هذا المبدأ. السمة الرابعة التميز السلوكي والخلقي، وتحت من المعايير العناية بممتلكات المدرسة، سواء محافظة عليها أو دعوة لزملائها الطلاب داخل المدرسة للمحافظة عليها. السلوك والمواظبة، يلتزم بهذه المبادئ للسلوك والمواظبة، ثم يحرص على أن يعرف هذه المبادئ لكي يلتزم بها. السمة الخامسة إدراك وتوكيد الذات، وهذا مبدأ مهم جداً جداً، ربما بنتنا المتميزة قبل قليل أكدت على هذا المبدأ، والأستاذة سنية أيضاً أكدت على هذا المبدأ، إدراك وتوكيد الذات. يحدد سماته الشخصية، نقاط قوة، نقاط ضعف لديه، أساليب لتعزيز نقاط القوة، وأساليب لتقوية نقاط الضعف والتخلص منها وبناء الثقة بالنفس. إدارة السلوك، إدارة المشاعر، إدارة العواطف، سواء كانت غضباً أو كانت فرحاً أو كانت حزناً، يمتلك المهارة في إدارة السلوك الصادر منه. لديه أهداف محددة ومتتالية حتى تحدد أتحقق الهدف الكبير. السمة السادسة تطوير وتنمية الذات، ينمي قدراته ومهاراته، اطلاع، يقرأ، دورات يحضر،
مشاركة يشارك الآخرين في كيف ينمي قدراته وكيف يساعدهم على تنمية قدراتهم، وتقنية يستغل التقنية الموجودة الآن في كيفية تنمية قدراته ومهاراته. تطوير المواهب، كل منا لديه موهبة، فعلينا أن كل متميز يكتشف أين الموهبة التي لديه. كما تكلم قبل شوي الطالب المتميز ابننا أسامة وقال وجدت عندي شغف بالعلوم. فالطالب المتميز لديه ملكة، هناك اختبارات، هناك اختبارات كثيرة حتى أصبحت متاحة على الإنترنت، ممكن أطبقها على نفسي وأكتشف جوانب القوة التي لدي والمواهب التي أمتلكها عن طريق هذه الاختبارات. بعضها حتى مجاني ما تدفع فيه فلوس، تدخل تؤدي الاختبار ويطلع لك اختبارات مقننة عالمية ومقننة. ثم بعد ذلك أحدد الهوايات. كيف أحدد الهوايات؟ هواياتي أنا وكيف أستفيد من هذه الهوايات. ثم بعد ما نعمل هذه الخطوات أطبق مقياس اسمه مقياس فعالية الذات. وصلت النسبة كم في هذا المقياس؟ إذا وصلت إلى 85 فما أعلى فأنا عندي فعالية الذات. أنا أقل من 85 إذا أحتاج أراجع، أحتاج أراجع هذه النقاط حتى أرفع مستوى الفعالية لدي. أيضاً من الجوانب المهمة في السمة السادسة واللي هي تطوير وتنمية الذات اللي هي مراحل تطوير الذات، وهي تمر بجملة من المراحل. أول مرحلة مرحلة الرفض، وهذا الرفض إما يكون بسبب الجهل أو يكون بسبب القناعة. الجهل بأن التطوير والتغيير أفضل لي، القناعة بأن ما أنا عليه أحسن من أني أتطور أو أقدم على هذا البرنامج، التردد أروح ولا ما أروح، التقبل داخلياً أنا أرى التغيير كويس لكن ظاهرياً أنا ما أمدحه، ثم القبول، القبول خلاص يبدأ يخطو أول خطوة، ثم الانخراط والمبادرة يبدأ يطبق ثم يلتزم بهذا الجانب. وهذه أشياء لها تفصيلاتها لكن هي من باب الإضاءات. من أهم التمارين في تطوير الذات هذا الجدول اللي هو أضع لي قائمة ما أريد وما لا أريد، ثم أشتغل على ما أريد وأحاول أحيد ما لا أريد. في تمرين كبير جداً يطبق على هذا على مدة ست برنامج على مدة ستة شهور، كيف أقدر أطور وأنمي ذاتي من خلال هذا الجدول. السابعة الرؤية والمهنة المستقبلية، والبعض يسويها، بعض التربويين يسميها اختيار التخصص. كيف أختار التخصص؟ كيف أحدد مهنتي المستقبلية؟ إيش الأسباب؟ ليش حددت هذه المهنة أو هذا التخصص؟ إيش الميزات اللي فيه؟ وإيش الأثر اللي بيتركه؟ أحدد لي أهداف سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع، والبعض يقول لا حتى على المستوى الإنسانية يعني مستوى العالم كله، كيف أخدم العالم من خلال هذه المهنة أو من خلال هذا التخصص. ثم أصف إجراءات وخطوات لتحقيق ذلك. السلام الله يحفظ. من النقاط المهمة وأنت داخل الدراسة تطبق هذا المقياس. ربما التخصص موجود معك في مادة من المواد وأنت غافل عنه، فتطبق هذا المقياس، موجود لدى الشباب، بسيط جدا. إذا كانت إجابة نعم تعطي كل نعم درجة واحدة، اجمع الدرجات واحد واثنين وخمسة وستة وثمانية الأسئلة يعني اللي مرت قبل شوي اجمعها، ثم اجمع الدرجات ثلاثة واربعة وسبعة لأن كلها ثمانية، اطرح المجموعين من بعض، إذا حصلت على مجموع من خمسة إلى اثنين فأنت تمتلك تميز خاص بهذه المادة، فلا تغفل هذا الجانب لأن هذا جانب من جوانب تميزك ربما تكون غافل عنه، وهذا يساعدك على اكتشافه. من الأشياء المهمة في الرؤية والمهنة المستقبلية معادلة رفق مشهورة اسمها معادلة رفق. عندي رغبة هذه الراء، عندي فرصة هذه الفاء، عندي قدرة هذه القاف، مجموعة تخصصات أضع لها درجات، طبعا لها تفصيل كبير جدا أقوى من هذا، هذا أبسطها لأن الوقت مختصر، ولا لها معادلات كثيرة جدا تخرجك أنت فعلا تصلح لهذا التخصص حسب قدراتك والفرص المتوفرة. طبعا في الاختبار السابق هذا إذا كان الفرق بين أعلى مهنة طلعت لك خمسة درجات
بينه وبين الثاني فلا تتردد، اختر هذه المهنة أو هذا التخصص مباشرة. إذا كان الفرق أقل من 5، 4، 3، 2 فأنت تحتاج أنك تستشير وتستخير. إذا تساووا فروح للقدرة، شوف الأعلى القدرة أعلى خذه، إذا تساووا في القدرة روح للفرصة. فقدم الفرصة اللي فرصته أعلى، وهو اختبار طويل ومعروف. السمة الثامنة قيادة الذات، يكون عندي ذات تطويرية أيضا، أحدد فيها الأسباب، أحدد فيها المميزات، أحدد فيها الأثر. روح الفريق، أعمل بروح الفريق وروح المبادرة. السمة الثامنة الإسهامات، الإسهامات والأعمال الفردية، يقدم أفكار ويقدم نتائجات كما تقدم معنا مع أسامة والبنت المتميزة اللي بعد أسامة. الخدمات المجتمعية داخل المدرسة وخارج المجتمع، خارج المدرسة يشارك، يقدم، يبادر. السمة الحادية عشر اللياقة الذهنية، وهذه أظن لكم تسمعون الآن موجود على مستوى العالم، ماراثون الذاكرة، هذه من سمات المتميزين في ماراثون، ما هو جري، ماراثون ذاكرة، كيف تتذكر ألف رقم في 5 دقائق مثلا أو في 3 دقائق، كيف تتذكر 1000 كلمة، كيف تقدر تجيب 100 كلمة من تحت لفوق أو من فوق لتحت أو من النص لتحت ومن النص لفوق. يعني ماراثون عالمي يسمى ماراثون الذاكرة، له تدريباته وآلياته. فحتى تكون متميز لابد تكون عندك اللياقة الذهنية، تدريبات يومية في التفكير الإيجابي، الخريطة الذهنية معروفة، ذبذبات الدماغ، كيف أصل لي ذبذبة ألفا، يعني الأبحاث أثبتت أنها أفضل حالة في التعلم، فكيف أقدر أنا أصل لها حتى أكون في أفضل حالة في التعلم، سواء كان في الصف واللي في أوقات المذاكرة. التعلم السريع وأنماط الذكاءات المتعددة، الإبداع والابتكار والتجديد في الحياة، تمرين مبدع، هذا مشهور ومعروف، هل أنت أيسر أو أيمن؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. شكرا لسعادة الدكتور حاسر ابن حسن الشويهي، وبطلب من المساعد للشؤون المدرسية أن تكون هنالك مداخلات من جانب البنين ومن جانب البنات، وهي الثمرة من هذه الملتقيات. نسمح الآن بالمداخلات سواء للأستاذة سنية أو سعادة الدكتور حاسر، من لديه مداخلة فليتفضل. الطلاب تفضل. عرف بنفسك. محمد سليمان الحربي، مدرسة الأمير محمد بن نايف. السلام عليكم أستاذ الدكتور، عندي سؤال. في يعني قرب الميكروفون. في يعني أشخاص مثل أنا أحب تخصص ثاني، وعندي تميز في تخصص، أي تخصص أروح؟ التخصص اللي أحبه ولا التخصص اللي أحس إني راح أتميز فيه أو إني أبدع فيه؟ تفضل. عندي مهارات في تخصص نعم، ولكن أحب تخصص ثاني، أشعر أني راح أبدع في هذا التخصص بس عندي مهارات تخصص آخر. يعني المحبة لتخصص والقدرة في تخصص آخر؟ نعم أيوه هذا صحيح. لا، أروح للقدرة. القدرة؟ القدرة تقدم. يعطيك العافية. نعم. داخلة ثانية. السلام عليكم. خذ راحتك. اسمي عاصم محسن أبو القاسم خرمي، مدارس جازانة الأهلية. طيب إذا أنا عندي أكثر من قدرة ومحتار، ما أسوي؟ القدرة متساوية؟ أيوة. روح للفرصة زي ما تقدم معنا.
طيب تساوت القدرة نروح للفرصة. وإذا الفرص تساوت؟ الفرص متساوية. أنت عندك رفق، عندك فرصة. الراء قلنا إيش؟ رغبة، زي ما تكلم الشيخ، محبة. محبة آخر شيء. عندك رغبة، عندك قدرة، وعندك فرصة. إذا تساوت القدرات روح للفرصة، تساوت الفرصات روح للرغبة. خلاص. شكرا. جانب البنات إذا كان فيه سؤال. يبدو أنه لا يوجد. تسمعونا؟ ما في. شكرا. باسمكم جميعا أشكر سعادة الدكتور حاسر بن حسن شويهي، ونسمع له تحية. شكرا للمداخلات الطالبين. والآن تكريم للطالب. وقبل التكريم ندعو سعادة المساعد للشؤون التعليمية لتكريمه. هذا الطالب تميز في برامج النشاط الطلابي على مستوى الوزارة. رحبوا معي بالطالب مشعل ابن يحيى الحكمي. تعال يا مشعل، تعال يا مشعل، تعال وأبوه أيضا. رحبوا بأبي مشعل أيضا. أسامة. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم من جديد في ملتقى الطلاب المتميزين. استراحة لمدة 10 دقائق، وثم نعود للجلسة الثانية والتي ترأسها الدكتورة نهى بريك.